علشان احلل هرمونات ودلائل اورام ودلائل مناعه وعلامات ميكروبات زي الفيروسات والبكتيريا ومخدرات وفيتامينات. دي مواد كلها حساسه جدا، محتاج تقنيه دقيقه تقدر تقيسها. فبنروح للايميونو اسيز، الطرق المناعيه. بعتبر الماده اللي انا بدور عليها انتيجين مثلا، وبصنع لها انتي بودي يمسكها واشوف هل اتكون المركب ده ولا لا. لو اتكون يبقى هي موجوده واعرف كميتها كمان، ولو الانتيجين انتي بودي ده ما اتكونش يبقى مش موجوده. الفكره والاختلاف ما بين طرق الايميونو اسيز مش في تكوين الانتيجين انتي بودي، ولكن في ازاي يكتشفه. ولذلك طرق الايميونو اسيز بتنقسم الى راديو ايميونو اسيز، انزيم لينكد ايميونو سوربنت اسيز، انزيم لينكد ايميونو فلوريسنس اسيز، كيميليوميليسنس ايميونو اسيز، ريا، الايزا، الايفا، كليا، كلهم بيتموا على خطوتين، خطوه مناعيه ايميونو اسيز وخطوه الكشف بقى. يعني بعرف تكون الانتيجين انتي بودي في الراديو بالاشعاع، ودي طريقه خطر شويه علشان الاشعاع وكده. فطلعنا بطريقه ادق واكثر امانا وهي الاليزا، بحط سبستريت يلون في الكومبلكس ده. فخليت طريقه الكشف لونيا بقى، بقيسها على جهاز فوتومتر، وعملنا طريقه اكثر دقه وحساسيه وهي الفلوريسنس. بضيف السبستريت ماده فلوريسنسيه، لو لعت المركب هتصدر وميض فلوريسنس القطب فلوروميتر. ونعلى اكتر بالتقنيه نوصل للكليه، هشرحها دلوقتي. يلا بينا لتقنيه اسمها كيميليوميليسنس ايميونو اسيز. الكليه كليه او كيميه، كيميليوميليسنس مايكرو بارتكلز ايميونو اسيز. ليوميليسنس يعني تلألؤ، توهج، اناره. فكره انتيجين انتي بودي عادي جدا، في حاجه بدور عليها اعتبرها انتيجين، بصنع لها انتي بودي وادور على المركب الجديد ده. الفكره بقى ازاي هتكتشف مركب الانتيجين انتي بودي ده. ركز معايا، تعال اقول لك الخطوات وهشرح التقنيه وانا بشرح الخطوات. الخطوه الاولى اسمها انكيوبيشن ستيب، التحضين. التقنيه دي لها جهاز مخصوص، الجهاز بينزل البروب بتاعه يسحب العينات والمحاليل يحطها في كيوفيت واللي هيتم فيها التفاعل. المحاليل اللي جوه كالاتي، في عندنا ستريبتافيدين ماجنتيك مايكرو بارتكلز، دي جسيمات صغيره جدا، ماجنتيك يعني عليها شحنات مغناطيسيه، مغلفينها بجزيئات من ماده الستريبتافيدين. عايزك تعرف معلومتين عن الستريبتافيدين. الاولى ان في قلبها جوه جسيمات متمغنطه، حاجه كده زي بيدز او كور حديد صغيره جدا، قطرها يمكن 1 نانومتر. تاني حاجه عايزك تعرفها عن الستريبتافيدين انه بيعشق حاجه، بيموت في حاجه، او بيحب يمسك في حاجه اسمها فيتامين بي 7 اللي هو البيتين. تاني ماده معانا في المحاليل وهي الانزيم كونجوجيت، ودول نوعين انتي بودي، نوعين اجسام مضاده. النوع الاول وده انتي بودي، جسم مضاد مخصوص للانتيجين اللي انا عايز احلله. وليكن عايز تحلل هرمون تي اس اتش، بعتبر التي اس اتش انتيجين وهصنع له انتي بودي يمسك فيه. عايزك تعرف عن النوع الاول للانتي بودي ده انه مغلف بفيتامين بي 7 البيوتين، اللي بيحب يمسك في مين؟ في الستريبتافيدين، يعني ده لو شاف ده هيمسكه في بعض على طول. النوع الثاني من الانزيم كونجوجيت وهو انتي بادي برضه، جسم مضاد برضه للانتيجين، ولكن عليه متعلم او مرتبط بماده مهمه جدا اسمها دايميثايل اكريدينيوم ايستر. عايزك تعرف عن الماده دي حاجه واحده، انها ماده مستقره وبنت ناس وطيبه، بس لو دخل التفاعل الكيميائي اوبا هتتجنن، هتتعفرط، هتتحول من الجراوند ستيت ستيبل ستيت الحاله المستقره الى الحاله الاكزايتد ستيت انستيبل ستيت، حاله غير مستقره مش قادره تقعد على بعضها، عايزه تستقر باي شكل. والحل علشان تستقر انها تفقد فوتونات منها، فلما تفقد فوتونات كده هتطلع تلألؤ وميض توهج اللي هو ليوميليسنس. عرفت التقنيه سموها ليوميليسنس ليه؟ بس خد بالك هي طول الوقت مستقره
ولكن لو دخل التفاعل كيميائي هتبقى غير مستقرة وينبعث منها الضوء الفوتونات وكده. طيب تعالى من الأول، الجهاز خلط العينات اللي بدور فيها على الأنتيجين أو المادة المراد قياسها، خلطها مع المحلول الأول وهو الإنزيم كونجوجيت، الأجسام المضادة النوع الأول اللي هي متغلفة بالبيوتين أهو. ركز بقى، الانتي بادي ده المغلف بالبيوتين ده لو شاف البيتز الكور المغناطيسيه اللي مغلفه بماده الاستريبتوفيدين هيمسكوا في بعض، فلو حطيناها في التفاعل هيمسكوا فيه، فالبيتز او الكور مسكت اهي في البيوتين وفضل شويه ما مسكوش، دول مش لاقيين مكان يمسكوا فيه، وده راجع حسب كميه البيوتين الموجوده، والبيوتين الموجوده حسب كميه الانتيجين اللي مسكت فيه. دي أول خطوة، خطوة التحضين. هنعمل تاني خطوة وهي خطوة السيبريشن، الفصل. هنغسل بقى، ركز معايا، هعرض الميجرينج سيل أو الكروفيت أو حجرة القياس دي إلى مجال مغناطيسي. والكور أو البيتز دي متمغنطة، فيقوم يسحب ويجذب البيتز المرتبطة ويلزقها في الجدار، أما البيتز الحرة فتفضل سايحة في النص هي وأي بواقي بقى من العينات بتاعة العيان وأي بواقي إنزيمات ومحاليل ما دخلتش التفاعل. وأقوم بوشر أغسل كل ده، أغسل يا ريس ما يهمكش، اللي أنا عايزه مرتبط ولازق في الجدار مش هيتغسل، هيفضل مكمل معايا. هنعمل بقى خطوة مهمة جدا وهي إضافة الجسم المضاد الثاني، الأنتي بودي الثاني اللي مرتبط بالأكريدينيوم. وده أول ما يمسك في الأنتيجين عينك ما تشوف إلا النور، هو حرفيا عينك مش هتشوف إلا النور، لأن الأكريدينيوم كده دخل تفاعل كيميائي، اتحول من الصورة المستقرة إلى الصورة غير المستقرة، عايز يستقر، فيقوم يفقد فوتونات يخرجها على شكل وميض، توهج، تلألؤ، لومينيسنس. ودي مرحلة الديتكشن، الكشف بقى، على جهاز ليومنوميتر أو فوتو ملتبلاير بيقدر يقيس أي ليومينيسنس تلألؤ ضوئي خارج ويحسبه. وطبعا أنت عارف إن الوميض ده متناسب حسب كمية الأنتيجين أو المادة اللي أنا عايز أقيسها، سواء هرمونات أو دليل أورام أو دليل مناعة أو غيرها. إيه رأيك بقى؟ حاجة في منتهى الدقة، بل أدق من الفلورسنس كمان. تقنية الكلية يا صديقي أنواع كتيرة، منها الإنزيم ميديتد كيميليومينيسنس إميونيس سي، منها الإلكتروكيميليومينيسنس إميونيس سي، منها الدايركت كيميليومينيسنس إميونيس سي، وفيها السبيشيال كيميليومينيسنس إميونيس سي. بس خلاص يا صديقي، هسيب لك لينك شرح الجهاز بتاعها في كومنت. سلام.